السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من مطبخ يسرى. الوصفة ديال اليوم غادي نقدم لكم ان سابلي بريستيج اللي كيجي المنظر ديالو جميل وحتى المذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف. بالنسبة لهذا السابلي هذا غادي نقدمه بثلاثة ديال النكهات، فهي غادي نديرو بالبراليني والشوكولا وكراميل، يعني ثلاثة ديال المكونات او ثلاثة ديال النكهات اللي كيتواتاو بزاف مع بعضياتهم وكيجيو لذيذ. تابعوا معايا المقادير وطريقة ديال التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج الدقيق، سكر ثقيل او سكر غلاسي، بودرة ديال اللوز، البراليني، نشا او دقيق الذرة، الزبدة بحرارة المطبخ، غنحتاجو جوج بيضات وقبصة ديال الملح. تابعوا معايا الطريقة ديال التحضير. نبداو على بركة الله. فأول حاجة غادي نخدم سكر ثقيل ديالي، وطبعا راني مغربله حتى يكون فيه هو بعض الحبيبات. غادي نضيف عليه الزبده، يعني اللي خصها ضروري ضروري تكون بحراره المطبخ باش كيسهل علينا الخدمه بها، فهي دغيا جمدات ليا بحكم ان دابا الجو بارد، فطريقه صعوبه ان الزبده تذوب ليا. غادي نخدمهم مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نضيف لهم باقي المكونات. غادي نخدمها مزيان، بعد ديك الساعه نضيف لها البيض والبراليني مع بودره اللوز. غادي نبقى مستمرة كنخدمها، ونتلاقى من بعد ما نكمل الخدمه ديال الزبده مع السكر كلاسي. من بعد ما خدمت الزبده ديالي مع السكر كلاسي، فهي ولات لي على هذا الشكل هذا، يعني كريمي، وحتى اللون ديالها كيولي لون يعني شويه فاتح. الان غادي نضيف البيض. بالنسبه للسكر فانا درت كميه قليله بحكم ان يعني غادي ندير الكراميل وندير الشوكولا، يعني باش ما يجيناش الصابلي ديالنا يعني حلو بزاف، فحاولوا انكم يعني تحترموا المقادير اللي غادي ندير لكم في الاخر ديال الفيديو، باش ان شاء الله يعني منين ديروا هذه الوصفه هذه تنجحوا فيها. الان ضفت البيض، غادي نخدمه مزيان بالفوي مع الزبده والسكر. غادي نبقى مستمره كنخلط مزيان حتى نحس بداك البيض، يعني ما بقاش باين ليا ودخل يعني نسجم مع البيض مع الزبده والسكر كلاصي. من بعد ما خلطت مزيان البيض ديالي مع السكر ثقيل والزبده، الان غادي نضيف بودره ديال اللوز، نضيف نشا، قبيصه ديال الملحه، نحاول نخلط. الان غادي نضيف البراليني. بالنسبه للبراليني هو مزيج بين اللوز والسكر سنيده، يعني تنديروا نفس كميه اللوز كتساوي لنا نفس كميه السكر سنيده، كنطيبوهم مع بعضياتهم حتى يولي لنا السكر كراميل، يعني بحال كنعسلوا اللوز مع السكر حتى يولي لنا السكر كراميل. موراها تنديروه فوق بابيي سوفيريزي ورق الطبخ، او تنديروه بابيي الومنيوم حتى تيبرد تماما، وموراها كنطحنوه، يعني هكايا كنحصلوا على البخاليني موجود يعني محضر في البيت. فولات ليا العجينه ديالي يعني اللون ديالها مارون حيت درت البخاليني، يعني البخاليني كيعطي واحد النكهه للحلويات، سواء يعني لي صابلي او لي كاب كيك او الحلويات، يعني لي كاتو كيعطيهم واحد النكهه لذيذه بزاف. الان غادي نبقى
كنضيف في الدقيق يعني شوية بشوية غادي نبقى مازال شوية تنخلط حيت مازال لي واحد الحبيبات ديال البخاليني حس بيهم دابو وعاد ديك الساعة غادي نضيف الدقيق من بعد ما حاولت نحيد يعني دوك الحبيبات اللي بقاو ليا ديال البخاليني الان غادي نبقى كنضيف الدقيق يعني شويه بشويه نحاول ندير نصف يعني في الاول طبعا الدقيق فانا درت عندي هنايا المقياس ديال 450 غرام ولكن طبعا يعني تقدر الكميه انها تقل او تزيد ولكن ماكسيموم 450 يعني ما يعني من الاحسن ما تزيدوش على 450 باش ما يجيكمش الصابلي من بعد ما يطيب يجيكم قاصح حيت راه الدقيق هو اللي كيخلي ان الصابلي تيجينا قاصح يعني واخا تنشوفوا الصابلي راه مازال ما تجمعاتناش العجينه ولكن راه غير نديروها في الثلاجه كتجمد لنا ديك الزبده فتيجمد لنا الصابلي يعني ما نبقاوش متبعين راه مازال ما تجمعات مازال ما تجمعات وحنا تنبقاو تنضيفو في الدقيق حتى تتولي لنا العجينه قاصحه وهذا اللي كيسبب في ان الصابلي كيجينا قاصح من بعد ما كيطيب فطبعا عندكم كميه ديال الدقيق اللي غادي ديرو بالنسبه لهذا الصابلي فبين 400 حتى 450 ماكسيموم حاولوا انكم ما تزيدوش شتو الصابلي ما بغاش يجي معكم فقبطوه ديروه واحد القسم او قسمين في الثلاجه وديك الساعه عاد كملوا جمعوا يعني هي انا عندي مازال واحد لاباتروجين غادي نكمل بيديا نحيد سباتول نضيف واحد الكميه اخرى ديال الدقيق طبعا شويه بشويه وغادي نكمل بيدي باش كنحس بالعجينه يعني واش خاصها ولا يكفي غادي نبقى مستمره كنجمع هاد العجين او الخليط ديالي الصابلي ديالي ونتلاقاو من بعد ما جمعت الدقيق ديالي او العجين ديالي فانا حصلت على عجينه صابلي على هذا الشكل هذا فهي كيف ما كتلاحظوا ما كتلصقش باليد وزائد انها يعني لينه ومتماسكه هانتوما يعني هي تنجمعوها هكايا ما كتلصقناش ما كتبقناش في اليد وهي الكميه ديال الدقيق اللي بقات ليا يعني انا درت هنا 450 غرام فتكون بقات لي واحد 30 غرام او يعني 30 غرام هكاك تكون بقات لي يعني درت 420 غرام وطبعا كيف قلت يعني كل واحد وكاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشرب فاش تقدروا ديروا انكم ديروا 450 غرام كامله ولكن ما تفوتوهاش الان غادي نديروا بابيي فيلم اليمونتير غادي نديرو فيه ونخليه يرتاح مدة ديال ساعة ساعة على الأقل الجوانب نغطيهم حتى هما متغطاو ليش الآن غادي نديرو في الثلاجه لمده على الاقل واحد ساعه ديال المكانه ونتلاقاو من موراه من بعد ما خليت العجين ديالي برد ليا لمده على الاقل ساعه طلقتو يعني بين في بلاستيك غذائي من الاحسن ما تبقاوش انكم تفادوا انكم ديروا الدقيق وتطلقوا فيه العجينه ديال الصابلي حيت كتزيد تقصح فمن الاحسن تستعملوا يعني ديروا العجين يعني تغطيوه بابيي فيلم اليمونتير ولا شي بلاستيكه غذائيه وتطلقوها صافي يعني هكا كتفاداو يعني كتفاداو الروينه وكتفاداو ان الصابلي كيولي اشاك فوا تنبقاو تنديرو الدقيق تنديرو الدقيق تنديرو الدقيق حتى تيبس لنا وكدي عندنا حتى العجينه الان غادي نستعمل واحد المرشم دائري غادي نقطع به الصابلي ديالي فانا استعملت هذا المرشم هذا يعني ممكن تستعملوا غير مرشم دائري فانا كان عندي متواجد غير ما لقيتوش لقيت واحد كبر منه فما غاديش يصلح ليا يعني ممكن انكم ديروا مرشم يعني ماشي ضروري هاد الزواقه
هي مرشم دائري وصافي. الان غادي نبقى تنقطع السابلي ديالي، فانا خليت له واحد الان سنتيم ديال العرض، حيت ما غاديش نلاقي وحده مع وحده. غادي نبقى كنحطو الحواتي ديال هذا الشكل هذا. سواء درنا هاد يعني هاد درنا هاد المرشم او درنا غير مرشم دائري يعني ماشي مشكل. غادي نبقى مستمره كنطبع في العجين ديالي حتى نكملو، وموراها غادي ندخلو في الفران. بالنسبه للكميه ديال العجين ديالي فانا قسمتها على جوج، فالجزء الاول يعني طلقته وعطاني هاد الكميه هادي ديال يعني ديال الحبات، ومازال لي النصف الاخر. فانا غادي ندخل هاد النصف الاول ديال العجين ديالي غادي ندخلو يطيب، حيت يعني بحكم ان الصينيه عمرات ليا، غادي ندخل هاد الصينيه ديالي الفرن المشتعل على درجه حراره 180 لمده بين 10 حتى 15 دقيقه. وطبعا اللي غادي يديرها اول مره يبقى حدا الفران. من بعد ما طيبت الصابلي ديالي وخليته يبرد تماما، فالشكل ديالو تيجي على هذا الشكل هذا، فهو محمر وطايب لنا. بالنسبه الان غادي نمروا للطريقه ديال التزيين. بالنسبه للمكونات ديال التزيين غادي نحتاج لوز كونكاسي محمر، غنحتاج لواحد جوج ديال لي كورني فين غادي ندير فيهم شوكولا بيضاء وسوداء، نوريكم الطريقه ديال التحضير ديالهم فيما بعد. غادي نحتاج شوكولا سوداء دائبه، شوكولا بيضاء حتى هي دائبه، غنحتاج الفيرميسيل، فيرميسيل سوداء لونتها بملمع غذائي نحاسي، غنحتاج الكراميل نسلي كراميل، غنحتاج الملمع غذائي نحاسي ان بانسو، ونحتاج لهذا المول، هذا مول الحلزوني الريفيرونس ديالو عندي هنايا ريفيرونس 2015، ما دايرينش شي حاجه، موديل ايطالي صافي، يعني شكل ديالو شكل الحلزوني. وعندي هذا الشكل الثاني على شكل صدفه، هادو هما جوج الاشكال اللي غادي نزين بهم الصابلي ديالي. طبعا يعني الا بغيتو ديروا اشكال واحده اخرين ماشي مشكل. الان غادي نمروا للطريقه كيفاش غادي نوريكم كيفاش كنصابوا لي كورني فين ديروا لي شوكولا. بالنسبه للطريقه كيفاش كحضرت هاد لي كورني هادو، فانا فضلت انني ندير الشوكولا نديرهم في لي كورني، حيت باش كان يعني نحاولوا نافيتيو داك الروينه ديال الشكلاط اللي تتوقع لنا، حيت الا عمرنا هاد لي مول هادو عمرناهم بالمعلقه، ف يعني صدقوني المكان كله كيبقى تيتوسخ لنا، ويعني كندير واحد الروينه عجيبه انا هذه بتجربه ديالي حيت رونتهم. فلما قلت علاش ما نديرش الشوكولا ديالي في ديكورني وتجيني يعني طريقه سهله نملئهم هكايا، يعني كنافيتي عليا ديك الروينه والوقت ويعني بزاف الحاجات، فعلاش لا ما نديروهمش في لي كورني ويكون يعني واحد العمل نظيف ومزيان ومتقول. طبعا فانا خديت بابي سوفيريزي طبعا اللي هو ما خص حتى شي دار تخطاه، حيت تيفيدنا بزاف بزاف ديال الحاجات. فعندي انا هنايا فهو كان عندي مستطيل وقسمته على جوج، الان غادي نقبض هذا المستطيل النصفي، يعني هي نصف مستطيل كيف كتلاحظوا، غادي نطويه على جوج هكا، يعني جاني دابا مستطيل على هذا الشكل هذا على جوج. الان بالنسبه لهذا المربع او هذا المستطيل، هذا مستطيل غادي يعطيني 4 ديال لي كورني. الان غادي ناخذ هاد لا بوينت هذه مع يعني الراس ديال هاد البابي سوفيريزي، يعني الراسين يعني فين حاطه يديا، وغادي نلوي، يعني غادي يجيني واحد الشكل ديال مثلث على هذا الشكل هذا، كتعطيني هذا الشكل هذا. غادي نعاود، ف كانت عندي مستطيله طويتها على جوج، الصوت يعني نتمنى انا خصني نغوت باش تسمعني مزيان، ف طويتها على جوج موراها تندير صبعي هنا في الراس مع الراس وكنطوي. الان غادي نجيب شي سكين كنقطع، كتعطيني هاد الشكل هذا، غنحط هذا جانبا، فهما جوج اشكال
ديال المثلثات اللي عطاني، ثاني مثلث على هذا الشكل هذا. الان غادي نوريكم الطريقه كيفاش نصاوبوه. فعندي الكلوه، عندي مثلث على هذا الشكل هذا، نتمنى انكم يعني كتشوفوا مزيان. مثلث على هذا الشكل هذا، هذا الراس يعني جهه ديالو قصيره وهذه الجهه ديالو طويله يعني كيف كتشوف. الان غادي نحط هذا الراس هذا، يعني غادي نحطو من الجهه ديالي فين كاينه انا، فهمتوا؟ نحطو من الجهه ديالي اللي فيها انا متقابل معايا، وغادي ندير نجيب الجهه الاولى نقابلو مع الجهه الثانيه، ونبقى كندور مزيان حتى كنحصل على واحد لابوان يعني رقيقه. اوكي اوك، هذا يعني هذا الشكل هذا، يعني ها هو الكورني ديالي لابوانت ديالو رقيقه. هذا الجزء هذا اللي بقى لي هنايا فتنقبضو كندخلو لداخل، واه مدخلتيش، وكنشد مزيان تيجيني ان كورني على هاد الشكل هذا. نتمنى ان تكون الطريقة شفتوها مزيان، الشكل ديال الكورني تيجينا على هاد الشكل هذا. هاهما دوك جوج اللي كنت حضرت سابقا، يعني تيبقى لي هاد الجهة هادي باش عاد ديك الساعة من بعد ما كنعمر كنسد بيها، وكتجينا الطريقة ديالو سهلة. الآن غادي ندوز للطريقة ديال التعمر. غادي نزير هذا مزيان، غادي نجيب الشوكولا ديالي نكبي شوية منها، كما كتشوفوا فما كتجيناش كاع لوينه، ها نتوما. ها هي الشوكولا ديالي في الكورني عامره. كنجيب ان سيزو مقص، كنقطع له في الراس او على حسب يعني نتوما العرض اللي بغيتوه، يعني بغيتو ديرو به يعني تكتبو به كلمات، او بغيتو يعني ديرو به شي زواقة رقيقة. الان غادي بالكورني ديالي غادي نعمر هاد ليمون. انا غادي نبقى كنعمرهم فنفس الطريقة، غادي ندير الشوكولا البيضاء، يعني غادي نديرها في الكورني ديالي كيف ما كتلاحظوا. ها هو عمرتو، يعني تيجيني ممتلئ نيشان، وكان يعني كان نافيتي عليا ديك الروينه اللي كتوقع لي، خاصه الا كنا غادي نديرو كميه بزاف فخصك تبقاي يعني تتوسخ وتعاودي تغسليهم. وحتى بالنسبه لهذه الطريقه هذه يعني غير تيجبد لنا الشكلاط ديالنا وكيتحيد من المول، تقبطي غير يعني شي كلينكس او شي حاجه تمسحيه فصافي تيبقى لنا المول ديالنا نظيف. يعني هكا هي كتجي طريقة سهلة. هاهما تيعمرو لنا، وهكا يعني ساهل، يعني خوا ليا الكورني كنلوحو يعني جو طابل، ما ماشي شي حاجة. وممكن نعاود نحلو نفتحو إلى ما ضاعناش، نفتحو ونعاود نعمر فيه. فأنا غادي نبقى مستمرة كنعمر في ليمود ديالي بالشكلاط الاسود، ومن بعد غادي ندير شي الشوكولا البيضاء ونتلاقاو موراه. من بعد ما حضرت الشوكولا ديالي فانا حصلت على اشكال على هذا الشكل هذا، يعني ابيض واسود شكل حلزوني. اما الشكل الثاني ديال الكوكياج فهو تيجيني على هذا الشكل، يعني يعني سهل اننا نحيدوه، غير تيجمد تنحيدوه غير بشويه فتيدغيا دغيا تيطيح لنا تنتحيد لنا. الان غادي نمر الطريقه ديال الدسم. انا غادي ناخذ شكل حلزوني اول، غندير وحده بوحده، ندير
حلزوني اسود، ناخذ شويه ديال ملمع غذائي، ملمع غذائي نحاسي، وغادي ندوز عليه بشيطة مزيان. بعد هو الشكل الاول هنايا مازال. هكايا يعني على هاد الشكل هذا، يعني تيجي اللون ديالو نحاسي. ممكن طبعا كي قلت ممكن انكم ديروا الفضي او الذهبي. الان غادي ناخذ صابلي ندير له كراميل، نكثر شويه حيت هذا الشكل الاول فغادي نبين الكراميل ديالي. غادي نجيبه في الوسط وغادي ناخذ الشوكولا ديالي اللي لونت بملمع غذائي نحاسي، وغادي نضغط حتى نحصلوا على هذا الشكل هذا. يعني تيبان ليا داك الكراميل مع يعني مع الشكل ديالنا ديال الشوكولا نحاسي. فالشكل الاول تنحصل على شكل على زواقه على هذا الشكل هذا. الان غنحطو جانبا. غادي ناخذ الشكل الثاني، عفوا ناخذ الشكل الثاني اللي هو تتنسالي ديما سميتو اللي هو كوكياج. نقول له كوكياج حيت ما حتى هو غادي ندير له ملمع غذائي على هذا الشكل هذا. هنايا مازال شويه غادي ندير ناخذ ان سابلي. بالنسبه للسابلي فانا غادي ندير الشكل الاول. درت الكراميل على هذا الشكل هذا على الزواقه حيت هو اللي غادي يجينا في الوجه، يعني باش كيبان لنا الشكل ديالو. اما الشكل الثاني فغادي نديرو في الظهر ديالو، يعني في الجهه اللي كانت على الصينيه. غادي ندير شويه ديال الكراميل، ما يعني شويه وصافي، غنديرو في الجهه كلها باش كيلصق ليا. مراها غادي نوضع الكراميل ديالي على هذا الشكل هذا، وغادي ندوزو نحاول نجيب اللوز، وغادي ندوزو في اللوز كونكاسي. فكنحصل على شكل على الشكل الثاني ديال السابلي على هذا الشكل هذا. فالشكل الاول كيوريتكم هكايا شكل حلزوني مع كراميل باين، والشكل الثاني شكل ديال صدفه او كوكياج مع لوز كونكاسي. بالنسبه للشكل الثالث غادي ناخذ شكل حلزوني ابيض، ندير له ملمع غذائي نحاسي، هكايا غادي ناخذ سابلي ندير شويه ديال الكراميل شويه جمد ليا. غادي ندير كوكياج ديالي في الوسط، نزيد شويه ديال الكراميل حيت هاد الجهه هادي فيها الشوكولا ما لصقاش. نحاول ندوز على هاد الجهه حيت قصتها بيدي. وغادي نجيب الفيرميسيل ديالي اللي لونتها يعني شكل لونتها بالملمع غذائي النحاسي،
وغادي نكب عليها في الوسط، يعني غادي يجيني هاد الملمع فيرميسيل تجيني في الوسط مع شوكولا بلا، يعني الشكل الثالث فتنحصلوا عليه هكاي. ممكن ما يعني ما ديروش مثل ما يعني ما ديرولوش الملمع الغذائي فتجينا داك اللون الابيض مع اللون الاسود ديال الفيرميسيل او اللون النحاسي ديال الفيرميسيل اللي لونتها، تيجي على هذا الشكل هذا. فانا هنايا حصلت على يعني ثلاثه ديال الاشكال او ثلاثه ديال يعني الطرق ديال التزيين. فطبعا بالنسبه للشكل الشكل الحلزوني الابيض، الشكل عفوا شكل الكوكياج، شكل الكوكياج الابيض، فغادي ندير له نفس الطريقه. ممكن الا بغيتو وكان يعني انا ما توفرليش العقيق، مش عقيق يعني نديرو هنايا واحد الحبيبه في الراس ديال الشوكولا، يعني حتى هو كيعطي واحد المنظر جميل للصابلي. فغادي نبقى مستمره كنصاوب الاشكال ديالي حتى نكملهم ونتلاقاو باش تشوفوه في طبق ديال التقليب. الصابلي ديالنا ها هو وجد كيف ما كتشوفوا، فهو تيجي جميل بزاف وحتى في المذاق ديالو كيجي لذيذ. فبالنسبه للشكل الاول فهو شكل ديال الكوكياج بالشوكولا بيضاء، فحاولت انني ما نديرلوش ملمع غذائي نحاسي بزاف باش يبان الفرق بينه وبين الاسود. الشكل الثاني فهو حلزوني بالكراميل، الشكل الثالث فهو يعني حلزوني بالابيض وفيرميسيل سوداء، والشكل الرابع يعني كوكياج سوداء بملمع غذائي نحاسي. وها هو دوا البلاطو ديالنا، نتمنى انه الى الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا معايا سور ما شين سور يوتيوب كويزين يسرى. بالصحه والراحه.